كويس ان انت فكرتني. طيب في الاخر خالص هعيد الافكار اللي احنا قلناها تاني عشان موضوع التسجيل ده. حاضر. معلش يا شباب، وايه بفكروني كده في اول الموضوع ان احنا ايه، ان احنا نسجل. ماشي، نص ساعة دول هعيدهم بعد ما اخلص الموضوع، هعيدهم تاني بإذن الله عشان عشان التسجيل اللي وقع ده. معلش. طيب يبقى احنا قلنا في الجاستروسوفجيال ريفلكس ديزيز most important presenting complaint retrosternal burning pain. retrosternal burning pain في العينين البيبتيك ألسر ديزيز الموست امبورتنت بريزنتنج كومبلين ابيجاستريك بين. قول. ودكتور في الـ كل ال اتش سي ال والديفنس ميكانيزم في الديودينام بقى بيبقى نفس الميكانيزم الباثوفيسيولوجي ولا بيتغير؟ لان احنا حاضر، هقولها لك لما نيجي نفرق ما بين البيبتيك ألسر والديودينال ألسر. هقول لك ده موستلي ريليتد تو، والبيبتيك ألسر ريليتد تو كذا، والديودينال ألسر الجاستريك ألسر ريليتد تو كذا، والبيبتيك أو الجاستريك ألسر ريليتد تو كذا. تمام، لأن ده بالفعل ده سؤال ام اس كيو. تمام، هقول لك اصبر عليا. طيب سؤال تاني معلش، اللي بالنسبة للفيجاس الفيجر اتاك الاستريس، الناس اللي هم مثلا بيرسوناليتي تايب ايه واللي وعندهم اللي على طول ستريس تمام، والكلام ده، هل فعلا ممكن يجي له بيبتيك ألسر بالفعل؟ يس. وده بيجي لك سؤال في الام سي كيو. عندك الديودينال الالسر بيبقى كومنلي اسوشيتد مع العينين البلاد جروب كذا، الجاستريك الالسر الستريس الالسر بيبقى كومنلي اسوشيتد مع زي ما انت قلت ستريس بيرسوناليتي والايه والبلاد جروب كذا. فهو بالفعل بيجي لهم بيبقى اسوشيتد مع العينين اللي عندهم اللي هو الفيجاس اوفر اكتيفيتي، او العينين اللي عندهم الستريسفول ايفنتس او الستريسفول لايف ستايل بيجي لهم جاسترايتس او اب تو جاستريك ألسر. تمام، شكرا لكم، شكرا. طيب يبقى الموست امبورتنت بريزنتنج مانيفستيشن في الجاسترو اسفجيال ريفلكس ديزيز ريتروسترنال بيرنينج بين. موست امبورتنت بريزنتنج كومبلين في البيبتيك ألسر ديزيز ابيجاستريك بين، ولازم نعمل اناليسز للبين. ان الاناليسز للبين مهم، نمره واحد هيفرق لي ما بين الكومبليكيتد والانكومبليكيتد بيبتيك ألسر، نمره اثنين هيفرق لي ما بين الديودينال ألسر والجاستريك ألسر. تمام. طيب نمرة واحد، البين localized to epigastrium epigastric pain. طيب radiates to the back لو في penetrated peptic ulcer disease. penetration ده posteriorly to the pancreas. طيب نمرة اثنين، البين localized to the epigastrium then diffuse ياخد كل الابدومين في البرفوريتد بيبتيك ألسر، ويبقى العيان معاه rigidity tenderness وريباوند tenderness. هقول لك في الاكزامينيشن، في الانكومبليكيتد بيبتيك ألسر اونلي ابيجاستريك تندرنس، انما في الكومبليكيتد بيبتيك ألسر هيستوري اوف ابيجاستريك بين لو هو بينتريشن يبقى راديت للباك، لو هو بيرفوريشن بيبقى ديفيوز ابدومينال بين ويز ريجيديتي تندرنس اند ريباوند تندرنس. يوجوالي البين بيبقى ضل ايكينج
less commonly بيبقى burning or كأن العيان بيحس بالجوع hunger like hunger not eating burning or hunger like pain. ايه تاني؟ احنا قلنا السايت والراديشن والكاركتر. طيب في تايمينج للبين ده، دي بتيجي ام سي كيو. طيب التايمينج النوكتورنال بين اللي هو awaken the patient from sleep ده ديودين الألثر ده الهول مارك أو يعني ده ديسكريمينيت ديودين الألثر. دي بتبقى مفتاح مسألة على طول. إبي جاستريك بين خلاص عنوانك الكبير ديسبيبسيا، عنوان أصغر منه بيبتيك ألثر، موستلي ده جاستريك ولا ديودينال؟ قال لك أويكن ذا بيشنت فروم سليب ديودين الألثر. طيب إيه تاني؟ التايمينج إن ريليشن تو فود. طيب لو البين بيحصل immediately after meal ولا هوايل يعني أكتر من ساعة أو ثلاث ساعات after meal. اللي بيحصل immediately after meal ده مع الجاستريك ألسر. اللي بيحصل بوقت بعد الميل يعني عيان ياخده ثلاث أربع ساعات بعد ما ياكل موستلي ده ديودين الألثر. تمام، يعني تبص تلاقي العيان اللي عنده جاستريك ألثر بيخاف من الأكل، عشان كده تلاقيه أندر بيلت. تمام، العيان اللي عنده ديودين الألثر لا ما عندوش مشكلة مع الأكل. هو البين بيجي بعد وقت من الاكل، بس بالعكس ده عيان الديودين الالسر بيقول لك انا لما باكل البين بيقل decrease by food. تمام، عشان كده تلاقي عيان الديودين الالسر افريج او حتى كمان اللي هو ايه اوبيز. طيب خد بالك انا قلت لك دلوقتي الجاستريك الالسر بيبقى البيشنت لو بودي ويت او اندر بيلت. هقول لك في الاخر لما نيجي انفستيجيت عينين البيبتيك ألسر عينين الجاستريك ألسر لازم تاخد منهم بايوبسي، عيان الديودينال ألسر نو نيد فور بايوبسي. هقول لك لأن عيان الجاستريك ألسر إما الجاستريك ألسر ديو تو أندرلاينج مالجنسي أو يبقى كومبليكيتد اللي هو turn malignant، إنما عيان الديودينال ألسر no need for biopsy not turn malignant. أنا بقولك الكلام ده ليه؟ لأن المانيفستيشن بتاعت المالجنسي العيان بيبقى عنده loss of body weight، والمانيفستيشن بتاعت الجاستريك ألسر بيبقى العيان عنده برضو losing للإيه not gain weight، لانه بيخاف من الاكل لان الاكل بيبريسيبيتيت الايه البين. طيب الاثنين الجاستريك ألسر او الديودينال ألسر بيبقوا امبروفد باي انتاسيدز. تمام، نقول تاني الموست امبورتنت فيتشر او بريزنتنج مانيفيستاشن ابيجاستريك بين. خد بالك اول ما تلاقي عيان جاي لك بأبر نكتبها في صفحه لوحدها دي upper abdominal discomfort او upper abdominal pain سواء كان في history taking في عياده او في مساله على طول عنوانك الكبير dyspepsia، لان الديسبيبسيا ديفينيشن upper any upper abdominal discomfort any upper abdominal discomfort. وزي ما بقول لك لما نروح نتكلم عن الديسبيبسيا بتتقسم نوعين ألسر تايب
يونان ألسر. طيب حلو، لأن الموست كومن لازم أفكر في البيبتيك ألسر، بيبتيك ألسر ديزيز. تمام، يبقى نرجع كده، اني الموست كومن بريزنتنج فيتشر بيبتيك ألسر إبيجاستريك أو أبر أبدومينال ديسكمفورت للديسبيبتيك سيمتوم أو إبيجاستريك بين لوكالايزد كومنلي إكسبت إف كومبليكيتد. يبقى راديت للباك لو بنتريشن، راديت للهول لو في perforation، ويبقى معاه في الاكزامينيشن rigidity tenderness and rebound tenderness. الكاركتر commonly dull aching but may be burning or hunger like. طيب وقلنا كمان التايمينج، ده سؤال ام سي كيو نوكتورنال. طيب بمناسبه كلمه نوكتورنال، بيجي لنا سؤال في الامتحان عيان عنده نوكتورنال دايريا، ويجي لك في الاختيارات irritable bowel syndrome. تمام، هقول لك لما نيجي ناخد الدايريا او irritable bowel syndrome، هقول لك النوكتورنال دايريا always pathologic او organic not functional. ده حل مسألة. اول ما يجي لك مسألة عايز يقول لك ان هي mostly irritable bowel syndrome، خد بالك ال irritable bowel syndrome ده most common GI disorder، ده سؤال MCQ. ال irritable bowel syndrome ده most common GI disorder. لما يجي في وصف عيان او انت تاخد history من العيان وتسأله ان الدايريا بتجي تقومك awaken the patient from sleep، يبقى it is not a functional diarrhea، it is organic pathologic diarrhea. بالضبط كده، اول ما يجي في الهيستوري او انت بتتكلم مع العيان وقال لك انا الوجع بيصحيني من النوم، it's mostly duodenal ulcer disease. It is a discriminating feature. The most discriminating feature between peptic ulcer, gastric ulcer, اسف and duodenal ulcer. ممكن الريليشن تو فود ما بتبقاش واضحة، بس نعرفها بس عشان لو جت في الامتحان، ان بيحصل gastric ulcer immediate after meal والديودينال ulcer بيبقى ايه؟ delayed after ايه؟ after meal. عشان كده عيان الجاستريك ألسر بيخاف من الاكل فتلاقيه اندر بيلت، وقلت لك ان جاستريك ألسر بيخاف من الاكل فبيبقى اندر بيلت. خد بالك ان الجاستريك ألسر may be on top of gastric malignancy او may be complicated by gastric malignancy، والmalignancy من المانيفستيشن اوف malignancy او الالارم سيمتومز المالignancy loss of weight، فالloss of weight may be a symptom of gastric ulcer and may be symptom of malignant gastric ايه؟ gastric ulcer او gastric malignancy. تمام، الديودينال ulcer ما عندوش مشكله مع الاكل، ما بيخافش من الاكل، بالعكس العيان بيقول لك لما باكل الدنيا بتتحسن شويه، فبايه فتلاقيه overweight او ايه او no losing of weight او في gaining of weight. طيب لو جالك سؤال في الامتحان وقال لك اتكلمني عن البيبتيك ألسر وكتبت الإبيجاستريك بين ونسيت الباقي، كفاية قوي، لأن الباقي عبارة عن حاجتين other symptoms ممكن تبقى موجودة ممكن تبقاش موجودة. other symptoms اللي هي النوزيا والفوميتنج، تمام، والloss of weight وقلناه مع الايه؟ مع الجاستريك ألسر والcomplication. يبقى انا ممكن اجمع البيبتيك ألسر السيمتومز والcomplain او السيمتومز في pain وcomplication. يا العيان يجي لي بالإبيجاستريك بين او history of epigastric pain، او يجي لي بالcomplicated peptic ulcer اللي هم اربعة complication، اما bleeding اللي هو one of the common causes، peptic ulcer is the most common cause of upper او is the most common cause of GIT bleeding. ده سؤال MCQ، peptic ulcer the most common cause of GIT. يعني لو عيان يجي لك بهيماتيمسيس او يجي لك بميلينا او يجي لك بكافي جراوند، يعني مش فرانك هيماتيمسيس، تمام، نمره واحد differential diagnosis of upper GIT bleeding peptic ulcer، نمره اثنين
اي سبب تاني. هنلاقي الجاستريك فيرسز او الاسوفجيال فيرسز. بس لو قال لازم نفكر الاول نمره واحد بيبتيك ألسر، نمره اثنين الفيرسز، نمره ثلاثه اي حاجه تاني. ما ينفعش اقول جاستريك مالجنسي قبل البيبتيك ألسر، ما ينفعش اقول الابنورمال فاسكولار مالفورميشن قبل الايه؟ قبل البيبتيك ألسر. سؤال ام اس كيو، الموست كومن كوز اوف جي اي تي بليدنج از بيبتيك ألسر ديزيز. يبقى العيان ممكن يجي لي بهيماتيمسز، ابدومينال بين وذ هيماتيمسز، ابدومينال بين وذ ميلينا، دارك اوفنسيف او بلاك طاري اوفنسيف ايه ستول، تمام. او يجي لي حتى بكافي جراوند، يعني الحاجات اللي تبقى ايه مايلد نوت سيفير بليدنج. نمره واحد كومبليكيشن بليدنج، نمره اثنين بيرفوريشن. العيان يقول لك انا كان عندي ايبيجاستريك بين ولوكالايزد suddenly بيبقى generalized abdominal pain. suddenly بيبقى generalized abdominal pain. وقلنا قبل كده في الاكزامينشن هنلاقي عنده tenderness rigidity rebound tenderness، tenderness ورigidity وrebound rebound tenderness. طيب يبقى الكومبليكيشن واحد bleeding the most common cause of upper GIT bleeding، نمرة اثنين perforation. قلنا perforation العين عنده epigastric pain وبعد كده sudden generalized abdominal pain، تمام. وبعد كده on examination تلاقي عنده بدل ما كان بس mild epigastric tenderness لا هتلاقي عنده generalized tenderness rigidity والارتي مع بعض rebound tenderness. طيب هنقولها دلوقتي وهنعيدها تاني في الانفستيجيشن. اول ما تلاقي العيان عنده tenderness rigidity rebound tenderness هتعمل للعيان most important investigation في perforated peptic ulcer CT CT abdomen، ماشي. او لو عملت chest x-ray تيجي MCQ هتلاقي air under diaphragm. تمام السي تي هيقول لك فري، هيوصف الموضوع فري اير ان ذا ابدومين. يبقى نمره واحد بليدنج، خلاص على طول بليدنج يعني اندوسكوبي ده خلصنا منه. بيرفوريشن يبقى سادن جنرالايزد tenderness rebound rebound tenderness and rigidity chest x-ray air under diaphragm MCQ CT free air in the abdomen. نمرة ثلاثة ال penetration. احنا قلنا ال pain epigastric localized لو radiates to the back this means penetration through the posterior wall to the pancreas. عشان كده لما نقول في الانفستيجيشن to detect the complication نعمل البانكرياتيك انزيمز اللي هو الاميليز واللايبيز. طيب اخر حاجه او نمره اربعه من الكومن كومبليكيشن جاستريك، من الكومبليكيشن جاستريك اوتلت اوبستراكشن. طيب جاستريك اوتلت اوبستراكشن دلوقتي ما بقتش تتشاف قوي، كانت زمان بتتشاف عشان الايه النيجليجنس والليت دايجنوزس، انما دلوقتي الجاستريك اوتلت اوبستراكشن ما ايه بيحصل في العينين عندهم بيبتيك ألسر في البايلوريك اريا، تمام. بيحصل فايبروزس في البايلوريك انترم او في البايلورس، تمام. فبيبقى معاك usually dilated stomach تديك abdominal distension وبتديك nausea و vomiting of undigested food. يبقى usually dilated stomach abdominal distension nausea
vomiting of undigested food. لما تيجي تعمل للعيان examination بيقول لك في حاجة اسمها succussion splash. طبعا ده أي كلام، ما حدش بيعمل حاجة دي خالص. انت بس لو ايه جت في مسألة قبل كده يعني ان العيان كان عنده long history of epigastric pain و non-compliant على التريتمنت، بعد 7 سنين ولا 10 سنين بدأ يبقى عنده progressive vomiting، تمام، ودخل في metabolic alkalosis. ده كانت نص مسألة حرفيا، metabolic ايه؟ metabolic alkalosis، تمام، وفي on examination في succussion splash. عارف انت الجربة بيقول لك تميل على بطن العيان وتهز العيان يمين شمال تسمع صوت زي صوت الايه؟ صوت الجربة. ما حدش بيعمل كده لان اصلا ما عادش في حد بيشوف الجاستريك اوتلت، او انت الموست يعني important method of diagnosis نمرة واحد اندوسكوبي، نمرة اتنين الباريوم ميل، وما عدلهاش رول، هو الاندوسكوبي هو اللي بينور لك الدنيا كلها. طيب الباريوم ميل، تمام، والايه والابر اندوسكوبي هو البيست. انما هي جت مساله قبل كده، ممكن تيجي في الامتحان عيان جاي لك لونج هيستوري اوف ايبيجاستريك بين، يعني sometimes receiving antacids or and sometimes refuse treatment، جاي لك دلوقتي بفوميتنج اوف undigested food، وجاي لك ما قالش كده وسابك، لو قال لك كمان الايه complicated بالcomplication of vomiting اللي هي metabolic alkalosis losing of acid، يديك metabolic alkalosis، فقال لك ال pH 7.6، البيكارب مش عارف ايه، تمام، فقال لك metabolic alkalosis، وسألك وزي ما سأل في الكوز او الاتيولوجي بتاع الجاستريك اوتلت obstruction، ميل كمان على الايه describe the acid base imbalance، describe the acid base imbalance. عشان كده بنكتب في الانفستيجيشن اوف كومبليكيشن بنكتب الارتيريال بلاد جاز او البي اتش مع الايه مع الالكترولايتس، ان العيان ممكن يدخل بيدخل بالفعل مع الفريكوانسي اوف فوميتنج في الهايبوكاليميا او الالكترولايت ديستربنس اب تو ديهايدريشن والميتابوليك ايه ميتابوليك الكالوز. فلو جه سؤال عن جاستريك اوتلت اوبستراكشن، اصل جاستريك اوتلت اوبستراكشن التريتمنت بتاعه سيرجري، او الكومبليكيشن كلها التريتمنت بتاعها سيرجري، فالسيرجيكال مانجمنت احنا مش مسؤولين عليه قوي، تمام، فهيسالك في الايه في الميتابوليك ديرنجمنت، في الميتابوليك ابنورماليتي اللي بتحصل مع الفوميتنج مع الفريكوانسي اوف فوميتنج، تمام. يبقى ده البرزنتيشن بتاع العيانين الايه البيبتيك ألسر، البيبتيك ألسر ديزيز. طيب خلاص انا العيان جاي لي دلوقتي بجاستريك بين لوكالايزد، انا ما عنديش اي مشاكل، ما عنديش كومبليكيشن، العيان ما فيش اي هيماتيمسيس ولا ميلينا، العيان الابدومينال بين نوت ديفيوز لوكالايزد، العيان ما عندوش اي فوميتنج او حتى هيستوري اوف فريكوينت فوميتنج اوف دايجستد فود، تمام، فانا بتعامل مع ان كومبليكيتد بيبتيك ألسر. انما لو بتعامل مع كومبليكيتد بيبتيك ألسر يبقى البرزنتيشن العيان بيدي هيستوري of epigastric pain localized، بدأ يبقى الباترن أو الراديشن مختلف. دلوقتي بيبنتريت للباك أو بيراديت للباك، يبقى this means penetration، يبقى أنا بعمل investigation أدور على investigation for complication، اللي هو أعمل CT abdomen عشان البانكرياتيتس، وأعمل البانكرياتيك انزيم زي الأميليز واللايبيز. نمرة اتنين، ده العيان قال لك الإبيجاستريك بين كان localized to the atrium، localized to the epigastrium then becomes disseminated diffused to the whole abdomen، يبقى انا اتكلم على ايه مدام مش penetration لا perforation والgastric contents picture of peritonitis، الابدومن بقى tender rigid وdiffuse وفي rebound ايه tenderness. او العيان جاي لك بيقول لك انا عندي black tarry offensive stool بقاله يوم وعندي epigastric pain localized، يبقى نفكر في bleeding peptic ulcer، يبقى لازم على طول اروح لحاجتين، اعمل investigation وافكر في الايه في الactive management. ايه الانفستيجيشن اللي اعملها في عينين الايه البيبتيك ulcer disease؟ اي investigation في الدنيا بنقسمها basic to diagnose
to detect complication. Diagnose, to diagnose the condition, اللي هو ال presentation of the patient. تمام. Diagnose the etiology. The basic, قلنا بنقول CBC, inflammatory marker. CBC ممكن تبقى normal. عيان جايب gastritis uncomplicated, اسف peptic ulcer uncomplicated, مفيش bleeding, مفيش penetration, مفيش perforation, مفيش اي حاجه. لا, لو عيان عنده bleeding peptic ulcer, تمام, especially لو chronic bleeding, هيبقى في microcytic hypochromic anemia بسبب الchronic blood loss. تمام. طيب الاي اس ار والسي ار بي نورمال الا لو في infection زي الجاستر, زي البانكرياتيتس مع البينتريشن, او الايه البريتونيتس مع البرفوريشن. تلاقي الايه الاي اس ار والسي ار بي يبداوا, يعني يبقى هو اسينشالي نورمال في الان كومبليكيتد. انما لو عين كومبليكيتد بينتريشن او برفوريشن, هتلاقي الاي اس ار والسي ار بي للانفلاماتوري ماركر تبدا ايه تبدا ده. طيب to diagnose the condition peptic ulcer أو epigastric pain endoscopy, peptic ulcer disease endoscopy. الاندوسكوبي ده essential for diagnosis, the most important step في الدياجنوزس. نمرة واحد بيقول لك بالفعل ده peptic ulcer ولا just gastritis. تمام, ده peptic ulcer وشكل الألسر ممكن يبقى malignant ulcer, يبقى بيهلب في الدياجنوزس. طيب نمرة اتنين بياخد بايوبسي, وقلنا البايوبسي essential في عينين الجاستريك ألسر لأنه ممكن يبقى on top of malignancy أو بيبقى complicated بmalignant gastric ulcer, not essential في عينين الديودينال ألسر لأن الديودينال ألسر not turn malignant, وبالتالي الديودينال ألسر do not require, ديودينال ألسرز don't require any biopsy. نمرة ثلاثة لما ناخد الجي اي تي بليدنج الاندوسكوبي تريتمنت, عينين عندهم بليدنج بيبتيك ألسر ممكن يعمل انجكشن للفازو كونستريكتور ايجنت زي الادرينالين مثلا, او ممكن يابلاي كليبس لو في بليدنج فيسل. جميل. يبقى الاندوسكوبي ذا موست امبورتنت انفستيجيشن في عينين الايه الديسبيبسيا ان جنرال, سبيشالي الالسر تايب ديسبيبسيا او البيبتيك ألسر ديزيز. غير ان هو بيقول لي ده البيبتيك ألسر ده هل هو جاستريك ألسر ولا ديودينال ألسر. طيب نمرة اتنين الباريوم سوالو, نمرة واحد ما بتتعملش خلاص, less commonly used. تمام, يعني ممكن تقول لنا حاجة اسمها ألسر نيش او ألسر كريتر, ده كلام ايه ما عادش بيتقال دلوقتي اصلا. ألسر نيش نوع خاصة في الايه في الكومبليكيشن بتاعت الايه البيبتيك ألسر. يعني ممكن نسأل سؤال يقول لك ايه البيكتشر بتاعت البيبتيك ألسر او الجاستريك ألسر في الايه في الباريوم سوالو. ممكن يقول لي الجاستريك اوتلت, ماشي. طيب ده لو في الايه لو في بيبتيك ألسر في الايه في او ديودينال ألسر حصل عمل ستينوزس في الجاستريك اوتلت او في التيرمينال ايه تيرمينال بارت اوف ذا ستومك. طيب لو في بيبتيك ألسر في الايه في الليسر او الجريتر كيرف, بيبتيك ألسر في الليسر او الايه او الجريتر كيرف مع الكرونيسيتي بيعمل فايبروزس فبيشد على الوول اوف ذا ستومك
فبيدينا حاجة اسمها الاور جلاس بيكتشر، الساعة الزجاجية. طبعا دي هتتشخص بالاندوسكوبي طبعا، او بتتشخص بالباريوم، ايه باريوم، بالباريوم ميل. تمام، يبقى ده الايه البيكتشر بتاعت الباريوم، ان هو ممكن يقول لي الكومبليكيشن سبيشال الجاستريك اوتلت اوبستراكشن، او الايه الاور جلاس، الاور جلاس ستومك. عشان لو جت سؤال او اتسالنا فيها، بس نادرا ما بيتعمل اصلا الباريوم الايه الباريوم سولو. في حاجه اسمها دبل كونتراست باريوم سولو، دبل كونتراست باريوم سولو، ان انت مش بس بتدي العيان باريوم، لا تحقن معاه كمان اير. تمام، عشان ايه يبان لك الديتيلز اوف بيبتيك، ايه اوف بيبتيك السر، سواء كان الجاستريك السر او الديودينال السر. جميل، واحنا بقى نشوف لها ايه، هنشوف لها صور على الايه غالبا على المره الجايه، نشوف الصور بتاعت الايه الجاستريك السر، ان النهارده هنجري شويه في الاستومك، المره الجايه هنهدى شويه عشان نلم الموضوع مع الايه مع الديسبيبسي. تمام، يبقى لما نيجي نتكلم في الامتحان يبقى نقول نمره واحد الاندوسكوبي، ونقول كل الكلام اللي قلناه من شويه، ان الاندوسكوبي ده دايجنوستيك، بيقول لي ده جاستريك ألسر ولا ديودينال ألسر، ده نمره واحد. نمره اثنين بيقول لي الشيب بتاع البيبتيك ألسر ده موستلي بيناين اور مالجننت ألسر، والمالجننت ألسر ده بايوبسيد سبيشالي في الجاستريك ألسر، الديودينال ألسر not commonly turn malignant so no biopsy in duodenal ulcer. نمرة ثلاثة مش diagnostic بس، لا ده كمان therapeutic أو used for treatment injection of adrenaline، فلما نيجي ناخد treatment of peptic ulcer disease bleeding peptic ulcer injection of hemostatic substance زي الأدرينالين في bleeding ulcer، أو لو في bleeding vessel بيعمل إيه applying clips، فالإندوسكوبي ده most important. نمرة اثنين الباريوم سوالو، الباريوم سوالو يعني less commonly used، يعني not sensitive like upper GI endoscopy أو not reliable like endoscopy. نمرة ثلاثة عشان أخلي الباريوم سوالو يوريني الليجن كويس، بندي حاجة اسمها double contrast باريوم سوالو، بيقول لي الديتيلز بتاعت البيبتيك ألسر، وأنا ليه طيب أروح للدبل كونتراست وأنا عندي الإيه الاندوسكوبي بيعمل لي كل حاجه. الباريوم سوالو ممكن يوريني بس الكومبليكيشن سبيشالي العيانين اللي ايه اللي عندهم الجاستريك اوتلت اوبستراكشن، او العيانين اللي عندهم فايبروزس لو في ليسر كيرف او جريتر كيرف جاستريك السر وذ سوبر ادد فايبرس تيشو فورميشن، بيعمل لي الايه الكومبليكيشن اور جلاس ستومك، ممكن تبان شويه بالايه بتبان بالباريوم سوالو. طيب نرجع للبيزك، قلنا السي بي سي دايجنوز ذا كونديشن ذن دايجنوز ذا ايتيولوجي، يبقى البيزك تو دايجنوز تو ديتكت الكومبليكيشن. قلنا دايجنوز تو دايجنوز ذا كونديشن to diagnose the etiology. الاتيولوجي بتاع البيبتيك ألسر اللي احنا بنعمل لها investigation، في حاجات بتتاخد بالهيستوري زي الدراج انديوسد، تمام؟ في حاجات بعمل لها investigation زي العيانين ال increased gastrin level اللي هو الزولينجر اليسون سندروم، فبتقول له بعمل السيرم فاستنج او الفاستنج سيرم جاسترين. نمرة اتنين to diagnose H. pylori، ودي ليها ايه؟ ليها كلام لوحدها. يبقى to diagnose the cause اقول له serum fasting او fasting serum gastrin عشان زولينجر اليسون او الجاسترينوما او الهايبر جاسترينيميا. نمرة اثنين diagnosis او tests to diagnose H. pylori، test to diagnose H. pylori. طيب to detect the complication، ايه هي الكومبليكيشن اللي احنا قلناها من شويه؟ ممكن تقول له الايرن ستادي، عشان الايرن ديفيشنسي انيميا مع الكرونيك بلاد لوس، تقول له البانكرياتيك انزيمز
عشان البينتريشن تقول له سي تي ابدومين، عشان الاكيوت بانكرياتايتس اللي بيحصل مع البينتريشن، وعشان البيرفوريشن ممكن تقول جست اكس راي، هيقول لك اير اندر دايفرام في العيانين اللي هم بيرفوريتد بيرفوريت بيبتيك ألسر. الكترولايتس and blood gas pH والبيكربونات عشان نشوف الميتابوليك derangement ميتابوليك ايه؟ ميتابوليك abnormality. لو جات لك مسألة بهذا الأسلوب، لو جات مسألة سهلة دايركت يبقى لازم نكتب كل ده. ليه؟ لأن هو هيسألني سؤال في المسألة الدايركت، مش هيسيبني كده، هيقول لي pathogenesis of peptic ulcer. لا ده مش هيقول لي كده، هو قال لي ده peptic ulcer عمل endoscopy وpeptic ulcer وعمل اليوريا بريس تيست مثلا بتاع الاتش بايلوري، وقال لك اتش بايلوري بوست. يقول لك السؤال بقى ايه الباثوفيسيولوجي او الباثوجينيسيس اوف اتش بايلوري induced peptic ulcer. يقول لك ايه التريتمنت اوف اتش بايلوري induced peptic ulcer. تمام، يعني ممكن القصه تبقى سمبل ويجيب لك الدايجنوزس خلاص، لا ويقول لك الايتيولوجي كمان، ويسالك اسئله بعيده خالص بيختبر ان انت مذاكر الموضوع نظري. تمام، او يجيب لك زي ما جت مساله قبل كده زي ما قلنا من شويه، عيان بيبتيك ألسر نوت كومبلاينت على التريتمنت، دخل في المانيفستيشن اوف جاستريك اوتليت، وجاي لك بالسيفير فوميتنج والميتابوليك الكالوز. ده كان العيان عنده كمان اكيوت كيدني انجري، سال في الاكيوت كيدني انجري، يعني لما موضوع الاكيوت كيدني انجري اللي هو البري رينال. تمام، وسال في الايه الميتابوليك ابنورماليتي اللي موجود. جميل، وفي الاول خالص قال لك ايه الدايجنوزس. الدايجنوزس هتقول له كومبليكيتد بيبتيك ألسر ديزيز موستلي باي جاستريك اوتليت اوبستراكشن inducing repeated vomiting with metabolic alkalosis. يعني تقول full diagnosis. جميل، طيب هيسألك بقى لو جت simple هيسألك في الانفستيجيشن، او لو انت عيان قاعد في الاستقبال وجاي لك بايبيجاستريك، قاعد في العياده وجاي لك بايبيجاستريك بين، هتعمل له ايه؟ هعمل له الحاجات البيزك سي بي سي. تمام، سي بي سي لو العيان انيميك يبقى افكر في ومعاه ايبيجاستريك بين وهي مايكروساتيك هايبوكروميك انيميا، يبقى افكر في البلاد لوس، يبقى على طول ابعته اندوسكوب، لان البالور او الانيميا الارم فيتشر. لما نيجي ناخد الديسبيبسيا اول حاجه بسال عليها العيان في الديسبيبسيا الالارم فيتشر، لان الفانكشنال ديسبيبسيا ده يعني بتاخد 50 60% من البيشنت فانكشنال ديسبيبسيا. تمام، بس الالسر تايب ديسبيبسيا او المالجنانت ديسبيبسيا اي شود اسك فور مالجنانت فيتشر للالارم، الالارم ايه فيتشر، لان وانس في الارم فيتشر لازم العيان يبقى بي انفستيجيتد. اهم حاجه الاندوسكوبي تو اكسكلود بيبتيك ألسر ديزيز سواء كان بيناين او مالجنانت ايه او مالجنانت بيبتيك ألسر. جميل، احنا كده قلنا الديفينيشن، وقلنا الباثوفيسيولوجي، قلنا الايتيولوجي، وقلنا الكلينيكال بريزنتيشن. نيجي بقى للخطوه المهمه الديفرنشال دايجنوزس. احنا قلنا العنوان الكبير بتاعنا ديسبيبسيا، يبقى ديفرنشال دايجنوزس او اذر كوزز اوف ديسبيبسيا. ونعيد ونزيد تاني، الديسبيبسيا ده اني ابر ابدومينال ديسكمفورت. نمره 2 ديفرنشال دايجنوزس of the cause of peptic ulcer disease، اللي هو الحاجات اللي تقلل البروتكشن او الحاجات اللي تزود الاوفندنج او الاذرز. نمره 3 وده مهم جدا، ازاي افرق ما بين الديودين الالسر والايه والجاستريك gastric ulcer. طيب
يبقى الديودينال ألسر والجاستريك ايه؟ الجاستريك ألسر. نمرة واحد الباثوفسيولوجي. يوجوالي الديودينال ألسر تمام related by related to هايبر اسيديتي، يعني بتزيد الاوفندنج، بيعلى الايه الاتش سي ال. تمام، عشان كده تلاقي 90% patients with duodenal ulcer etiology related لايه للاتش بايلوري. 90% من الـ causes of duodenal ulcer أو 70-90% most common cause of duodenal ulcer is H. pylori infection، إنها بتطلع stimulate HCL production أو بتزود كافة الـ HCL production. لما هناخد الـ H. pylori هقول لك إنها بتعمل destruction للسوماتوستاتين producing cells، ففي جاسترين يطلع HCL يعمل الإيه البيبتيك البيبتيك ألسر أو الديودينال ألسر. يبقى الديودينال ألسر mostly in case offending factor اللي هو ال HCL. طيب ده يفسر لنا البين اللي هو نكتورنال. ليه بقى؟ تعال نرجع كده للفسيولوجي. في ال acid secretion، ال acid secretion عبارة عن two phases. تمام؟ في حاجة في ال acid بيبقى basal acid secretion. تمام؟ اللي هو بيبقى ميدييتد بالايه بالفيجال تون البيزل اسيد سيكريشن. في حاجات بتبقى سيرج اللي هو ريليتد للفود. يبقى الاتش سي ال سيكريشن بيزل ده اللي هو الايه الطبيعي، يعني اللي هو العادي ميدييتد بالايه موستلي بالايه بالفيجال تون. عيانين الديودينال ألسر بيبقى عندهم هايبر اسيديتي يعني في انكريز في الاتش سي ال برودكشن او على الاقل ديكريز في الانتي اتش سي ال اللي هو السوماتوستاتين اللي هو الانتي جاسترين. تمام، وبالتالي تلاقي البين ديودينال ألسر بيبقى ميد نايت، لان في الفسيولوجي تمام الهايست بيزل اسيد سيكريشن بيبقى بالميد نايت. يبقى نقول الديودينال ألسر بيبقى ريليتد للاتش سي ال، الموست كومن كوز للهايبر اسيديتي الاتش بايلوري، بتأفكت السوماتوستاتين producing cell. طيب تعالى نرجع للفسيولوجي، ال HCL basal secretion بيبقى عبارة عن two arm أو two phases، basal ده اللي هو in between meals يعني تمام، و during food بيبقى فيه surge، وبيبقى فيه ثلاثة phases لو نفتكر الفسيولوجي كيفاليك وجاستريك وانتستينال. تمام، خلينا في البيزل بيبقى mediated بالفيجل تون، بيبقى mostly او بيبقى الهايست ليفل للبيزل سيكريشن بيبقى في الميد نايت. فما بالك بقى لو في اصلا هايبر اسيديتي، عشان كده البين يصح العيان في الميد نايت از ا بين ديو تو ديودينال ألسر. ربطناهم ببعض، يبقى الهايبر اسيديتي مع الديودينال ألسر والاتش سي ال برودكشن له تو فيزز، اما بيزل او ايه او سيرج اللي هو فود ريليتد مع الاكل. البيزل ميدييتد بالفيجال تون والهايست ليفل اوف بيزل اتش سي ال سيكريشن الميد نايت. طيب يبقى والديودينال ألسر ريليتد تو هايبر اسيديتي. تمام، يبقى البين اللي صح العيان ديورينج سليب او البين اللي بيجي في الميد نايت ده الايه ريليتد تو ديودينال ألسر. يبقى الباثوفسيولوجي بقى ده اول حاجه نفرق ما بين الديودينال ألسر. نمره واحد الباثوجينيسيس او الباثوفسيولوجي، الديودينال ألسر انكريز في الاوفنسيف فاكتور اللي هو البيزل. تمام، ما دام في انكريز في البيزل او في امبالانس بيخلي الاتش سي ال ياخد الابر هاند، وبالتالي بيعلى مع الايه مع الفود، بيعلى مع الايه مع الفود. الله، وقلنا الايتيولوجي الموست كومن اللي هو اللي بيعلي الاتش سي ال الايه الاتش بايلوري. ده معناه ايه؟ طب اشمعنى الفود؟
الفود بيندوس البين 1 to 3 hours او يعني late after meal. ما انت الفود بيزود ال HCL production تمام، عبل ما ال HCL يبقى secreted من الاستومك reaches the duodenum بيبقى خد له تقريبا 3 4 ساعات اللي هي الموفمنت بتاعت الفود من الاستومك للايه للديودينم، وبالتالي البين يحصل بعد الايه بعد الفود بايه بثلاث او اربع او واحد لثلاث ايه واحد لثلاث ساعات بيحصل ليت افتر فود. انما في عيانين الجاستريك ألسر الفود اصلا بيعمل دايركت انجري او دايركت بينفول افكت، عشان كده العيان ياكل يقول لك بين بين immediately with food. انما الديودينال ألسر بين after ايه after food by ايه by 3 by 3 to 4 hours او في ناس تقول لك من 1 ل 3 ساعات مش مشكله. يبقى الديودينال ألسر باثوفيزيولوجي اتش سي ال سواء بيزل او ايه او فود ريليتد، بس فود ريليتد بيبقى ديليد. نمره واحد. نمره اثنين الايتيولوجي اتش بايلوري في most of the patient most of the patient يعني عيانين ديودينال ألسر معظمهم 90% منهم اتش بايلوري induced. فقلنا الايفكت اوف فود وربطناهم ببعض. طيب على طول نروح للجاستريك ألسر. الديودينال ألسر موستلي انكريز في الاوفندنج، الجاستريك ألسر ديكريز في الديفنس. ديكريز في الديفنس يعني الاتش سي ال هتلاقيه نورمال او ايفن لو. جميل. طيب هل الاتش بايلوري ممكن تعمل لي جاستريك ألسر؟ ايوه، لان من الميكانيزم اوف بيبتيك ألسر ديزيز في الاتش بايلوري انها ممكن تعمل لك دايركت انجري. تمام، فممكن تدي جاستريك ألسر بس نوت كومن 50-60%. الكومن اللي هو النون ستيرويدال اللي هي ايه بتعمل دايركت دامج او بتقلل البروستاجلاندين فتقلل البلاد فلو. حلو. يبقى الباسو فيسيولوجي تيولوجي الفود. تعال نروح على ايه على عناوين كمان. الكلام ده لو جالك لو سألت فيه في الشفوي لازم تقول الكلام ده. جميل. لو جا في الامتحان بيبتيك ألسر او ديسبيبسيا وقال لك وانت قلت موستلي دايجنوز بيبتيك ألسر وقال لك ايه الديفرنشال دايجنوزس، لازم هتقول نمره واحد اوف ذا كوز، نمره اثنين اوف ديسبيبسيا او ذا كوز اوف ديسبيبسيا، نمره ثلاثه ديفرنس بتوين ديودينال اند جاستريك ايه اند جاستريك ألسر. طيب نروح لعناوين ثانيه قلناها بقى في النص. دول اهم عنوانين كده ايه يعني او ثلاث عناوين ما ننساهمش. طيب يجي بعد كده الديودينال ألسر والجاستريك ألسر المالignant transformation. الديودينال ألسر not turn malignant. لا ده مش كده بس. not occur on top of malignant. عشان كده العيانين دول not أو no need for biopsy. مفيش حد بيلاقي بالمنظار الديودينال ألسر ويقول لك أخذنا إيه؟ أخذنا biopsy. بس ايه لان هو نوت تيرن مالجنسي. لما الجاستريك ألسر ممكن يحصل اون توب اوف مالجنسي او ممكن يحصل هو ان جنرال. المالجنسي في السمول انتستين از رير، سمول انتستين المالجنسي از رير. تمام، وبالتالي ما بتلاقيش اي ايه اي ألسر نوت كومن. انما الجاستريك كانسر لا كومن. ألسريت يديك بيكتشر اوف بيبتيك ألسر او الجاستريك ألسر may turn malignancy especially. هقول لك especially لو في underlying H. pylori. احنا قلنا ال H. pylori تبقى موجودة في كام؟ 50 أو 60-70% من العيانين. مش هي الكومن كوز اوف جاستريك ألسر. الكومن كوز اوف جاستريك ألسر direct injury او في حاجة offending زودنا ال offending. تمام، فالH pylori من الoffending. بس ايه اكتر الميكانيزم اوف انجري او الميكانيزم اوف بيبتيك ألسر H. pylori تبقى related للهايبر
هايبر اسيديتي ريليتد للايه للهايبر اسيديتي بس في 50 او في 60 70% او في 50 نقول 50% من العيانين بيبقى معاهم ايه اتش بايلوري والاتش بايلوري كان تيرن من الديزيزز ريليتد تو اتش بايلوري جاستريك كانسر سواء كان ليمفوما او ادينو كارسينوما سواء كان ليمفوما او الايه او الادينو كارسينوما. نيجي لحاجه مهمه في الديودينال ألسر والجاستريك ألسر. صراحه دي بتيجي ام سي كيو اكتر منها مطلوبه في الديفرنشيشن. الديودينال ألسر الجاستريك ايه ألسر اللوكيشن او السايت. الديودينال ألسر كومن اللي بيحصل ايه السايت بتاعه يعني ديستال تو ذا بايلورس في الديودينم ديستال تو بايلورس في البوستيرير وول يوجوالي على البوستيرير وول تمام. الجاستريك ألسر الموست كومن سايت 70% وده سؤال ام اس كيو على الليسر كيرف. طيب هتقرا في كتب كاتبه لك الجاستريك ألسر تايبس على حسب الايه على حسب السايت تايب 1 تايب 2 تايب 3 تايب 4 تمام على حسب السايت. احنا مطلوب مننا نعرف ان الموست كومن سايت الليسر كيرف وده تايب 1 الليسر كيرف. طيب لو جاء جاستريك ألسر ومعاه ديودينال ألسر بيقولوا عليه تايب 2 تمام. تايب 3 ده البري بايلوريك التايبس دي مش مهم نعرفها يعني. تايب 4 في الاستومك بس نير الجاسترو اسفجيال جنكشن. اهم حاجه نعرف وده اللي بنسال فيه وبيجي في الام اس كيو الموست كومن سايت فور جاستريك ألسر الليسر كيرف موست كومن سايت فور جاستريك ألسر الليسر ايه الليسر كيرف. طيب ايه تاني من الديفرنشيتنج بوينت واللي قلناها من شويه البين الابيسودز اوف بين او التايمينج فاهم شويه سواء كان ريليتد للفود او نوكتورنال. نوكتورنال ده الايه الهول مارك او ديسكريمينيتنج فيتشر للايه او النايت بين ديسكريمينيتنج فيتشر للديودينال ايه للديودينال ألسر. الديودينال ألسر بيقولوا اكتر مع البلاد جروب او بلاد جروب او. الجاستريك ألسر بيبقى اكتر مع البلاد جروب اي يعني دي مش مهمه قوي تمام. نرجع ننيوميريت العناوين يبقى الباثوفيسيولوجي الديودينال ألسر انكريزد اتش سي ال جاستريك ألسر ديكريز ديفنس ميكانيزم. الايتيولوجي موستلي اتش بايلوري ديودينال ألسر. نمره 1 اتش بايلوري في 50% من العيانين الموست كومن نون ستيرويدال للدايركت دامج وبيقلل البروستاجلاندين برودكشن. الفود بيزود البين بس بعد تايم بعد وقت من في الديودينال ألسر immediately في الايه في الجاستريك ألسر. نوكتورنال بين كاركتر للديودينال ألسر. مالجنان ترانسفورميشن كومن وذ جاستريك ألسر نوت كومن وذ ديودينال ألسر. اللوكيشن اوف ذا ألسر بوستير وول ديستال تو ذا بايلورس في الديودينم موست كومن سايت في الجاستريك ألسر الليسر كيرف موست كومن سايت جاستريك ألسر الليسر كيرف. عايز تقول الايفكت اون بودي ويت ان العيانين الديودينال ألسر بيبقى معاهم no loss of body weight أو بيبقى معاهم gain of body weight والعيانين الجاستريك ألسر سواء كان benign أو malignancy بيبقى معاهم losing of body weight فبيبقى بيبقوا إيه بيبقوا under belt يعني ما فيش مشكلة احنا قلناها في الإيه في clinical picture. طيب ما ننساش أو يعني في سؤال MCQ جاي في النص كده هنقوله إن الديودينال ألسر ديودينال O blood group O gastric related to blood group A تمام. يبقى ده الايه دي اسئله نظري history taking اسئله شفوي تمام. كل كلمه بنقولها صراحه او يعني كل الكلام ده مهم. الجاستريك كانسر ممكن تنساه تعرف بس ان هو مثلا ايه ألسر تايب ولاينيتس بلاستيكا ومش عارف ايه او ممكن تنسى خالص بس ما ينفعش تنسى البيبتيك ألسر ديزيز.
ده انت لو في عيان جاي لك بديسبيبسيا اني اتكلم عن الديسبيبسيا upper abdominal discomfort، واتكلمت بس عن البيبتيك ألسر ديزيز وقلت له نمره 2 فانكشنال ديسبيبسيا كفاوي. يعني ما ينفعش تتكلم عن الكانسر ستومك، ما ينفعش تتكلم عن البانكرياتيك ديزيز، ما ينفعش تتكلم عن البيلياري ديز اوردر وتنسى البيبتيك ألسر ديزيز. تمام؟ فالبيبتيك ألسر ديزيز ده يعني من الايه، واسئله كتير خاصه لما يبقى معاه كومبليكيشن عشان يقول لك ايه الايتيولوجي. تمام؟ وتكلم عن الباثوفيسيولوجي او الباثوجينيسيس بتاع البيبتيك ألسر او الباثوجينيسيس بتاع الايه، بتاع الاتش بايلوري زي ما هنقول كمان شويه. طيب يبقى احنا قلنا الديفينيشن وقلنا الباثوفيسيولوجي وطلعنا من الباثوفيسيولوجي بالايتيولوجي وقلنا الكلينيكال بيكتشر وقلنا الانفستيجيشن وقلنا الديفرنشال دايجنوزس نمره واحد جاستريك فروم ديودينال وقلنا الديسبيبسيا وقلنا الايه ديفرنشال دايجنوزس اوف ذا كوز او الايتيولوجي. يبقى اخر حاجه دلوقتي هنتكلم عن التريتمنت. تريتمنت في اي حته او تريتمنت اي عيان اما نون فارماكولوجيك اللي هو غالبا بيبقى اللايف ستايل او البيشنتس ادفايس، فارماكولوجيك اللي هو الدراجز او السيرجري. طيب هنا في البيبتيك ألسر السيرجري بيبقى في الكومبليكيتنج بيبتيك ألسر. طيب النون فارماكولوجيك هتقول للعيان يبعد عن الايه الريسك فاكتورز اللي هو السموكينج، الاسبرين او النون ستيرويدال، الحاجات اللي تعمل دايركت دامج زي الكافيين، الانكريزد اماونت اوف كوفي انتيك بتعمل جاستريتس. تمام؟ اللي يبعد عن اي ستريسفول او ايموشنال ستريس، ده الايه اللي هي اللايف ستايل موديفيكيشن او الايه تشينجينج اللي هي تشينجبل ريسك فاكتور. ديسكونتينيو اسبرين نون ستيرويدال، ديكريز الكحول او ستوب الكحول اند ستوب سموكينج، يعني تراي تو افويد ايموشنال ستريس. تمام؟ وفي حاجه كمان ان انت تقول للعيان افويد او ديكريز الايتينج before bedtime. خد بالك ان البيزل بيعلى في الميد نايت، بيزل اتش سي ال، فانت لما تيجي تاكل كمان فبيزود الاتش سي ال ايه، اتش سي ال سكريشن ان ريليشن تو ايه تو فود. تمام؟ يبقى ده النون فارماكولوجيك اللايف ستايل او البيشنتس ادفايس. ندخل على الفارماكولوجيك وده المهم جدا، مهم لدرجه ان هو مهم في الريتن ومهم في الام اس كيو ومهم في الشفوي. يعني البيبتيك ألسر زي الجاسترو اسوفجيال ريفلكس ديزيز بالظبط في الاهميه بتاعته، تتسال كتير. كارديكا كاليزيا تتسال كتير. تمام؟ الفارماكولوجيك هنقسم الايه، نمره واحد اما اسيد سبريشن او اسيد نيوترلايزنج. يبقى اما اسيد سبريشن او نيوترلايزنج. تمام؟ نمره اتنين سايتو بروتكشن يبقى اسيد سبريشن، نمره اتنين سايتو بروتكشن، نمره ثلاثه البروستاجلاندين انالوجز. يبقى ده الفارماكولوجيكال تريتمنت في عيانين الايه؟ البيبتيك ألسر ديزيز فارماكولوجيكال تريتمنت. الأسيد سبريشن أو الأسيد نيوترلايزنج ايجنت، السيتو بروتكشن. تمام؟ نمرة ثلاثة البروستاجلاندين أنالوج. تمام؟ الأسيد سبريشن اللي هم الأنتاسيد، أو الـ H2 ريسبتور بلوكر، أو البروتون بامب انهيبيتورز.
يبقى الاسيد نيوترلايزنج او سبريشن الانتاسيد الهيستامين او الاتش 2 ريسبتور بلوكر والبروتون بامب انهبيتور. تعالوا نبدا بالايه، بالبروتون بامب انهبيتور. البروتون بامب انهبيتور احنا قلنا من شويه ان ده الـ يعني الموست امبورتنت لاين اوف تريتمنت، لان هو بيروح يقفل الفاينل ستيب اللي هو الهيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز للبروتون بامب ايه انهبيتورز. طيب نعرف اسم او اسمين كده اللي هو المشهور فيهم الاوميبرازول، تمام، وفي اللانسوبرازول والبانتوبرازول. اعرف واحد، تمام، في حاجه اسمها ايزو ميبرازول، مش مشكله لو نسيت الاسماء، مفيش مشكله، انما ما تنساش البروتون بامب انهبيتورز ان هي بتشتغل على الهيدروجين بوتاسيوم، ده الميكانيزم اوف اكشن اي تي بيز انهبيت، فبتقلل الاتش سي ال برودكشن او الاسيد برودكشن. افتكرت الاوميبرازول مفيش مشكله، افتكرت البانتوبرازول مفيش مشكله، افتكرت الايزومبرازول مفيش مشكله، نسيتهم مفيش مشكله. المهم ما تنساش ان في حاجه اسمها بروتون بامب انهبيتورز هيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز بامب انهبيتور، يقلل الايه الاتش سي ال برودكشن، وده الموست افكتيف انتي سيكريتوري او الاسيد سبريشن، الموست افكتيف انتي سيكريتوري اسيد سبريشن. ويجي لك سؤال ام سي كيو، هل الاتش بوتاسيوم اي تي بيز ريفرسبل بلوكر للإفكت الإنهيبيتوري إفكت على الهيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز ريفيرسيبل ولا إيرريفيرسيبل؟ تقول له إيرريفيرسيبل، تمام، إيرريفيرسيبل. عشان كده هو إيه موست إفكتيف أنتي سيكريتوري إيجنت، موست إفكتيف أنتي سيكريتوري إيجنت. طيب ده نمرة واحد، بروتون بامب انهيبيتور ميكانيزم اوف اكشن. عايز اقول لك بس وانت بتذاكر اي دراج اهم عنوانين عندنا الميكانيزم اوف اكشن والسايد افكت. طيب الاسماء مفيش مشكله، لو افتكرت اسم او اتنين مفيش مشكله. الدوزس ما تحفظش دوزس، انسى الدوزس، دوزس مين، كبر دماغك. لو نسيت الدوزس محدش هيحاسبك، تمام، انما لو نسيت الميكانيزم اوف اكشن او سايد افكت دي مشكله، دي مشكله. جميل. طيب الميكانيزم اوف اكشن قلناها، السايد افكت هو بيقلل الاتش سي ال برودكشن، اتش سي ال بيبقى ستيميوليتد بالجاسترين. لما هنيجي ناخد في الاندوكراين هنقول في حاجه اسمها نيجاتيف فيدباك افكت، فالجاسترين بيستيموليت الاتش سي ال والاتش سي ال بينهبت الجاسترين، تمام. فلما ناخد بروتون بامب انهبيتور يقل الاتش سي ال يعمل لي هايبر جاسترينيميا. بس هقول لك حاجه، بتبقى انيشيالي هايبر جاسترينيميا، بعد كده الليفل decrease to normal after 2 weeks، تمام. عشان لو اتسالت هل البروتون بامب انهبيت وبتاع، يس انيشيالي تعمل هايبر جاسترين، انما بعد كده بيقل النورمال after ايه after 1 to 2 weeks. طيب سايد افكت الاسيديتي مهمه جدا في نمرة واحد كالسيوم ابزوربشن، نمرة اتنين مغنيسيوم ابزوربشن، نمرة تلاتة بي 12 ابزوربشن، نمرة اربعة الايرن ابزوربشن. فلما بيبقى في decreased كالسيوم ابزوربشن يقلل البون مينرال دنسيتي، فبيعمل لي اوستيوماليشيا واوستيوبروزس، يعمل لي هايبو ماجنيزيميا،
يعمل لي decrease B12 أو B12 deficiency مال absorption، تمام؟ يعمل لي iron deficiency anemia. لما ال HCL اللي يبقى decreased level أو اللي بنقول عليها ال hypochlorhydria، لو ال HCL level decreased for long time يقلل الكالسيوم، يقلل المغنيسيوم، يقلل البي 12، يقلل الايرون ابزوربشن. ده انا هقول لك حاجه كمان، ال HCL imbalance او abnormal level لل HCL لو كمان بيأفكت تي سيل فانكشن، فبيعمل لي تي سيل dysfunction، فبيزود ال incidence of infection. يبقى نمرة واحد بيأفكت الابزوربشن of specific substance، نمرة اثنين بيزود ال incidence of infection، نمرة ثلاثة ال HCL. HCL ده ليه يعني زي ما بقول لك كده ليه انتي بكتيريال افكت، ناتشرال انتستينال انتيسبتيك. لما يقل ال HCL على طول يحصل بكتيريال اوفرجروث فيديني picture of chronic diarrhea أو mal absorption. نمرة واحد. نمرة اتنين بيزيد ال proliferation of Clostridium difficile فيعمل لي Clostridium difficile infection أو pseudo membranous colitis. يبقى ده ال proton pump inhibitor. نرجع تاني بيأفكت ال absorption of specific substances calcium magnesium B12 iron فيدينك يقلل البون مينرال دنسيتي، يعمل لي اوستيوميليشيا اوستيوبروزس، هايبوماجنيزيميا، يقلل البي 12 ابزوربشن بي 12 ديفيشنسي وايرن ديفيشنسي. نمره واحد. نمره اثنين بيأفكت التي سيل فانكشن فبيزود يزيد الانسيدنس اوف انفكشن. نمره ثلاثه الهيدروجين او ال اتش سي ال ليه انتي بكتيريال افكت، فلما يقل ال HCL for long time يزود، وده احنا ناخدها في المال absorption بكتيريال overgrowth، وبيزود ال proliferation of toxic strain of Clostridium difficile يعمل لي pseudomembranous colitis. انا هقول معلومة بس دي كبيرة عليكم شوية بس تاخدوا بالكم منها. ليه بقى؟ كلنا بنشوف العيانين الاسكيميك هارت ديزيز اللي بياخدوا الايه الكلوبيدوجريل او البلافكس، تمام؟ البلافكس ده انتي بليتلت، تمام؟ وليه دمج على الايه على الميكوزا، فبيتاخد معاه بروتون بامب انهيبيتور. خد بالك ان البيشنت هو ريسيفينج كلوبيدوجريل شودنت ريسيف اوميبرازول، ما ياخدش اوميبرازول، اونلي بروتون بامب انهيبيتور يوزد ان بيشنت ريسيفينج كلوبيدوجريل او بلافكس البانتوبرازول او اللانسوبرازول. دول التو موست كومن بي بي اي يوزد مع الكلوبيدوجريل. اشمعنى؟ لان الاوميبرازول او اللي زيه بنزود قبله ايسوميبرازول ليهم حاجه اسمها يعني ليهم دراج انتر اكشن اللي هو بيزود الميتابوليك ريت اللي هو ليه انزايم انديوسينج افكت، فبيقلل الافكت اوف ايه كلوبيدوجريل. عشان كده لو عندك حد من قرايبك بياخد البلافكس
في العيانين اللي عندهم ischemic heart disease، أو في ناس عندهم recurrence للستروك وبياخدوا not responding للأسبرين وبياخدوا بلافكس، خد بالك لازم ياخد معاهم بروتون بامب انهيبيتور، بس ما ينفعش ياخدوا الأوميبرازول. ليه؟ لأن الأوميبرازول له drug drug interaction مع الكلوبيدوغريل enzyme inducing effect، فبيزود الميتابوليزم of clopidogrel to its metabolite، فبيقلل الايه الايفكت. تمام، اعرفها بس عشان لو حد سالك، انما بنتسال فيها، لا دي حته اكبر من مستوانا شويه، انما ما ينفعش اخد الاوميبرازول مع الايه مع الكلوبيدوغريل، اخد البانتوبرازول او اللانسوبرازول، انما الاوميبرازول او اللي زيه بس نزود قبله اي اس ايزو ميبرازول ليهم دراج دراج انتراكشن مع الكلوبيدوغريل او البلافكس، بيزود الميتابوليك ريت او الميتابوليزم بتاعت الكلوبيدوغريل، وبالتالي يقلل الايه اتس افكت. تمام، يبقى احنا كده اتكلمنا على الميكانيزم اوف اكشن والسايد افكت. بيقول لك بيتر تو تيك بروتون بامب انهيبيتور بيفور ميل، بيتر تو تيك بروتون بامب انهيبيتور بيفور ميل. طيب، ما ينفعش لما تيجي تتكلم عن البروتون عن الاسيد نيوترلايزنج او الاسيد سبريشن تنسى البروتون بامب انهيبيتور، او تنسى الكلام اللي احنا قلناه. دايما خليه نمره واحد، لان ده الموست امبورتنت لاين اوف تريتمنت، او الموست امبورتنت او الموست افكتيف انتي سيكريتوري دراج في العينين عندهم بيبتيك ألسر، بيبتيك ألسر ديزيز، وبيستخدم في الاثنين الديودينال والجاستريك. ايه الجاستريك ألسر. طيب نمره 2، ال H2 receptor antagonist. الرول بتاع ال H2 receptor blocker او الانتاجونست بدا يرجع لورا بعد استخدام الايه البروتون بامب انهيبيتور. جميل، الميكانيزم اوف اكشن بيبلوك الايفكت اللي قلنا في الاول الهيستامين. تمام، بيستيميوليت الادينيليت سايكليز، يزود سايكليك ام بي، يزود الايه يزود الاتش سي ال برودكشن، فهو بيقفل الارم بتاع الهستامين. بس عند الجاسترين والفيجل ايفكت شغالين. تمام، عشان كده البروتون بامب انهيبيتور قلنا لانه بيقفل خلاص الفاينل ستيب في الاسيد سيكريشن. طيب بدل ميكانيزم اوف اكشن السايد ايفكت. طيب هو ال H2 receptor antagonist ملهاش السايد افكت بتاعت البروتون بامب انهيبيتور. تمام، بس كان زمان في حاجه اسمها نوع منهم اسمه السايميتيدين، دلوقتي الموست كومنلي يوزد الرانيتيدين والفاموتيدين. اتفقنا ان احنا ايه لو ما قدرناش نحفظهم مفيش مشكله، بس في اولد جينيريشن اسمه السايميتيدين. تمام، سايميتيدين زي ما قلنا الاوميبرازول مع البلافكس، سايميتيدين مع كل الادويه، سايميتيدين ليه دراج دراج انتر اكشن. تمام، ليه احنا قلنا هناك ده انزيم انديوسر، ليه انزيم انديوسر الاوميبرازول، ليه انزيم انديوسر مع البلافكس. تمام، هنا بقى انزيم انهيبيتوري ايفكت. يعني لو نسيت كلمة ده انزيم انديوسر ولا انزيم انهيبيتور، اعرف ان ليه دراج دراج انتراكشن. تمام، فينفعش ناخده مع الادوية اللي ليها دراج دراج انتراكشن. تمام، زي الايه الورفرين ده لما ناخد في الهيماتولوجي الانتيكو اجيليشن، الورفرين ده يعني من الدراج الحساسة جدا للايه للاذر دراجز. نمرة 2، الحاجات المهمه جدا اللي ليها دراج دراج انتر اكشن واللي ممكن تافكت البيشنت، الانتي ايبيليبتيك زي الفينايتوين، دول اهم دوايين ليهم دراج دراج انتر اكشن مع السايميتيدين. عشان كده السايميتيدين نوت يوزد ناو. دلوقتي لو بنستخدم كلنا بنستخدم الراني ولا الرانيتيدين او الزانتاك اللي هو الايه الرانيتيدين او الفاموتيدين. يبقى الميكانيزم اوف اكشن بلوكس اتش 2 ريسبتور على الـ او الهيستامين ريسبتور على البارايتال سيلز،
والسايد افكت موستلي ريليتد للسايميتيدين، بيعمل ايه دراج دراج انتر اكشن مع الايه مع الوارفارين، سبيشالي مع الوارفارين والفينايتوين، عشان كده نوت كومنلي يوزد او نوت يوزد توداي. لما كان بيستخدم السايميتيدين مع الوارفارين والفينايتوين، الفينايتوين لازم تاسس الليفل والوارفارين يبقى ستريكت فولو اب للايه للاي ان ار او الكواجوليشن كواجوليشن بروفايل. طيب يعني قلنا كلمتين ورد غطاهم، انما الكلام بيتقال فين؟ في البروتون بامب انهبيتور. قول الكلام اللي انت يعني اعرف معظم المعلومات بتاعه البروتون بامب انهبيتور والاتش 2 ريسبتور بلوكر او انتاجونست بلوكس اتش 2 ريسبتورز، حتى لو نسيت البارايتال سيل اكتب في الاستومك، وليه دراج دراج انتر اكشن مع السايميتيدين، واقفل الباب. بالفعل ده اللي ايه ده اللي معروف عنه. طيب نمره 3 الانتاسيد اللي هي الايه نيوترلايز اسيد. نمره 3 نمره 3 فين؟ في الايه نرجع كده في الفارماكولوجيك. احنا قلنا نون فارماكولوجيك وفارماكولوجيك وسيرجري، ادي النون فارماكولوجيك. فارماكولوجيك اللي هم الثلاث حاجات اللي احنا بنقولهم، فارماكولوجيك اللي هو الاسيد سبريشن او السيتوبروتكشن او البروستاجلاندين انالوجز. طيب الاسيد سبريشن ثلاث عناوين، البروتون بامب انهبيتور ده يعني الايه ده مهم جدا بس كفه لوحده. يجي بعد كده اتش 2 ريسبتور انتاجونست او بلوكر. نمره 3 يجي الايه الانتاسيد او الانتي اسيد او الاسيد نيوترلايزنج ايجنت او الاسيد نيوترلايزنج اسيد نيوترلايزنج اللي هو الايه الانتاسيد. هما دلوقتي الاستخدام بتاعهم تقريبا يكاد يكون مش موجود، بس في حاجات تيجي فيها ام اس كيو صراحه. يعني ايه هنعرف انواعهم؟ في حاجات مغنيسيوم هيدروكسيد، وفي الالومنيوم هيدروكسيد. تمام المغنيسيوم هيدروكسيد ام اس كيو يعمل دايريه او لوز ستول، الالومنيوم هيدروكسيد ام اس كيو يعمل كونستيبيشن. طيب الاثنين not used in renal failure. ليه؟ لأنه بيبقى accumulated في العينين اللي عنده acute أو chronic kidney disease، فبالside effect أو toxic effect بيبان أكثر. يبقى المغنيسيوم هيدروكسيد loses stool أو diarrhea. aluminium hydroxide يعمل لك constipation not used in renal failure. ده المعلومة اللي نعرفها عن الايه magnesium أو الايه أو الالمنيوم. في ايه تاني antacid؟ في حاجة اسمها calcium carbonate، وفي حاجة اسمها صوديوم كربونيت. تمام صوديوم كربونيت ده البيست عشان less side effect. ايه بالكالسيوم كربونيت؟ بيعمل لنا هايبر كالسيمي، بيعمل ايه هايبر كالسيميا. هناخد في الهايبر كالسيميا حاجة اسمها ميلك ألتالي سيندروم من الدراج اكيوزد او من الادويه المتهمه بالميلك الكالي سيندروم او مانيفيستيشن اوف ميلك الكالي لايك سيندروم اللي هو الكالسيوم كربونيت، بيعمل هايبر كالسيميا وهايبر فوسفاتيميا. تمام لو بنقول عليها الميلك الكالي ميلك الكالي سيندروم. يبقى الاسيد نيوترلايزنج ايجنت مغنيسيوم هيدروكسيد لوز ستول، الومنيوم هيدروكسيد كونستيبيشن، والاثنين نوت يوزد ان رينال فيلير. الكالسيوم كربونات يعمل لي هايبر كالسيميا، الصوديوم كربونات له ليس سايد افكت. تمام فهو البيتر البيست يوز اللي هو الصوديوم كربونات، وهو صراحه بوتنت انتاسيد بوتنت انتاسيد. طيب اي حاجه فيها كربونات ممكن تعمل لنا ميتابوليك الكالوزس، ممكن تعمل لنا ميتابوليك ايه ميتابوليك الكالوز. يعني احنا دلوقتي قلنا الاسيد نيوترلايزنج او الانتاسيد كلمه ورد غطاها، الاتش 2 ريسبتور انتاجونست كلمتين، البروتون بامب انهبيتور جمل. تمام وده اللي بالفعل، لان البروتون بامب انهبيتور واخد الاخر عام في الشغل
واخد الابر هاند في الكتابه في الايه في الامتحان. طيب نرجع للعناوين الكبيره بتاعتنا، قلنا الفارماكولوجيك تريتمنت، اسيد سبريشن، سايتو بروتكشن. تمام، السايتو بروتكشن يعني ايه؟ سايتو بروتكشن، سايتو بروتكشن يعني انا عندي ألسر بغطي او بكفر الألسر بيز باي حاجه تعمل ايه كفرنج او تو كوت الألسر بيز تو بروتكت اجينست انجري بالاتش سي ال عشان انكريز الهيلينج ريت. يبقى السايتو بروتكشن، تمام، ان انا بعمل سيل سيرفيس بروتكشن او بعمل بروتكشن او بعمل كوتينج للألسر بيز، تمام، تو انديوس هيلينج وديكريز الانجري. عندي حاجتين بعمل بيهم سايتو بروتكشن، يبقى نمره 2 سايتو بروتكشن. الساكرال فيت والبزموس او البزموس كونتيننج سبستنس. الساكرال فيت بس بيعمل كوتينج للايه للالسر، كوتينج للالسر بس فور ألسر، بيعمل كوتينج كوت ينام في الالسر فبيقلل الايه الانجري. عيبه ان هو نوت اكتيف in alkaline media، يعني needs acidic، عشان كده ما يشتغلش مع الايه مع الانتاسيد او الاسيد سبريشن. doesn't act in alkaline media، ما بيشتغلش في alkaline ايه media sacral fate، بس بيعمل coating للالسر. بس انت ما ينفعش، لازم بيبقى معاك acid media عشان يبدا يبقى ايه يبقى موجود sacral fate. بس ده الايه يعني البيتر دراج أو safe in pregnancy، لأن أنا هقول لك إن كل الأدوية التانية للأسف بتبقى لها إيه يعني not safe in pregnancy، إنما safest drug، safest drug sacralfate، يعني عشان لو تسألنا في الـMCQ safe drug في pregnancy sacralfate. طيب يبقى قلنا sacralfate بس بيعمل coating للألسر بيز، تمام، نمرة واحد. نمرة اتنين اشتغل في أسيديك ميديا، ما اشتغلش في ألكلاين ميديا. طيب البيزموس كونتيننج بريباريشن والبيزموس كونتيننج دروجز بيعمل كوتينج للألسر بيز، ماشي. نمرة واحد. نمرة اتنين في نفس الوقت اللي بيعمل في كوتينج للألسر بيز ليه كاركتر ان هو بيستيميوليت prostaglandin production، جميل، والبيكربونات prostaglandin بس لا، بالبيكربونات والميوكس production. ونمرة أربعة ليه anti H pylori effect. يا سلام، هيبقى كوت الألسر وبالتالي كوت الألسر فبيبقى بروتكت الألسر أجينست HCL والبيبسين إنجري، ماشي. وانس غطى الألسر خلاص ال HCL مش هيوصل للألسر يعمل مور إنجري. في نفس الوقت بيستيموليت البروستاجلاندين برودكشن، استيموليت HCO3 and mucus برودكشن. نمرة تلاتة يوز ليه أنتي H pylori إفكت، عشان كده بيدخل في ال H pylori ريجيم إراديكيشن إيه ثيرابي. يعني السكرال فيت مش داخل في الإتش بايلوري، البروتون بامب إنهيبيتور من الأنتي سكريتوري هو الوحيد اللي داخل في الإتش بايلوري. طيب إيه تاني؟ البيزموس في بيزموس كونتيننج ريجيمن داخل إن ليه أنتي إتش بايلوري إفكت، فبيستخدم في الأنتي إتش بايلوري ريجيمن. يبقى أنا عندي البي بي آي والبيزموس، بعد كده بحط اتنين أنتي بيوتيك وده الإتش بايلوري إراديكيشن ثيرابي. H pylori eradication therapy بيبقى فيه BBI، تمام، وتو antibiotic، ده اللي بنقول عليه triple therapy او الquadruple therapy، بيبقى البيزموس containing مع BBI
مع الايه؟ مع تو انتيبيوتيك. جميل؟ وده هنقوله بالتفصيل في الاتش بايلوري. يبقى احنا طلعنا من الاس انتي سكريتوري او الانتاسيد او الاسيد سبريشن بالبروتون بامب انهيبيتور بالاتش بايلوري، وبنستخدمه برضو في الـ في الـ في النون ستيرويدال اندوسد بيبتيك ألسر. نمرة اثنين، طلعنا من السيتو بروتكشن بالايه؟ بالبيزموس كونتيننج. ليه؟ لان ليه انتي سكريتوري افكت، انتي اسف ليه انتي اتش بايلوري، انتي بايلوري افكت. طيب الفلو شارت بتاعتنا في الاول بتقول ايه؟ اول بروتون بامب بيبتيك ألسر ديزيز فارماكولوجيك، acid suppression BBI H2 antagonist to an antacid، والسايتو بروتكشن اللي هو البيزموث والسكرال فيت. نمرة ثلاثة، بروستاجلاندين انالوج اللي هو اسمه الميزو بروستول. ده بروستاجلاندين E1 دي بتيجي ام اس كيو. بروستاجلاندين انالوج للبروستاجلاندين E1 ديريفاتيف اللي هو الميزو بروستول. نمرة واحد، كونترا انديكيشن في البريجننسي. نمرة اثنين، بيتر يوز في النون ستيرويدال انديوست بيبتيك ألسر. بروستاجلاندين يزود البلاد فلو، يزود الميوكوزا الميوكوس سيكريشن، تمام، ويزود البايكربونات سيكريشن، فبيزود الايه؟ الانتجريتي اوف ذا سيلز. بس عيبه ما بيستخدمش، كونترا انديكيتد نوت يوزد في البريجننسي، ده نمره واحد. هو طبعا يعني ايه؟ هو والبروتون بامب انهبيتور يعني على ان ذا سيم ليفل ان ذا تريتمنت اوف نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز انديوسد بيبتيك ألسر، ميزوبروستول والبروتون بامب. طيب يبقى قلنا كونترا انديكيشن في البريجننسي. طيب ايه السايد افكت؟ بيعمل دايريا. دي سؤال ام اس كيو سايد افكت. يبقى الميزوبروستول في الثلاث كلمات، بروستاجلاندين انالوج ده الميكانيزم اوف اكشن، نوت يوزد ان بريجننسي، كونترا انديكيتد او نوت يوزد بريجننسي، سايد افكت الدايريا من الفيرست لاين اوف تريتمنت لايك بروتون بامب انهبيتور في الايه؟ النون ستيرويدال انديوسد بيبتيك ألسر. يعني في النون ستيرويدال بنستوب النون ستيرويدال، نمره واحد. نمره اثنين، ندي الايه؟ تدي بروتون بامب او الميزوبروستول، بروتون بامب او ميزوبروستول. خد بالك ان هو ما بيستخدم نوت يوزد ان بريجننسي، ومن السايد افكت بتاعه الايه؟ الدايريه. طيب احنا بنتكلم عن الايه؟ على التريتمنت، احنا في الفارماكولوجيك. طيب عشان البيبتيك ألسر ديزيز ده مهم، فمعلش هنزود تفصيلات مهمه، كلمتين مهمين جدا في الايه؟ في البيبتيك ألسر ديزيز. تعال نقول الديوريشن اوف تريتمنت، ديوريشن اوف تريتمنت الديودينال ألسر 4 to 6 weeks، الجاستريك ألسر up to 8 weeks، then repeat endoscopy. usually بن repeat الاندوسكوبي في الديودينال او الجاستريك ألسر، تمام، عند ال 8 weeks، especially في الجاستريك ألسر عشان ايه؟ to rule out gastric cancer. انا بعمل الديودينال ألسر بدي التريتمنت 4 أسابيع maximum 6 weeks، على الاسبوع الثامن بريبيت الاندوسكوبي عشان اسس الهيلينج. طيب في الجاستريك ألسر هاسس الهيلينج برضو، لان يفرق معايا في الجاستريك ألسر الهيلينج لو في underlying gastric cancer بيبقى في poor healing. يا سلام، ده يجرنا المعلومة مهمة جدا، ايه الكوزس
of refractory peptides. دي كنا هنقولها في الآخر بس ما دام جت معانا يبقى نقولها ونقولها تاني في الآخر. ايه ال causes of refractory peptic ulcer؟ نمرة واحد non-compliance. نمرة اتنين improper drug أو dose. نمرة تلاتة persistent risk factor. يعني العيان لسه بياخد النونستيرويدل أو العيان عنده الزولينجر إليسون سيندروم. تمام. نمرة أربعة المالجننت ألسر. نمرة خمسة من الحاجات اللي بتاخد وقت في الهيلينج أو بتبقى يعني شوية الفراكتوري اللارج ألسر. يبقى المالجننت ألسر عشان كده احنا بنريبيت الاندوسكوبي عشان أسس الهيلينج. تمام. أسس الهيلينج يبقى ده من المونيتورينج أو الفولو أب للتريتمنت إن أنا بريبيت الاندوسكوبي usually at the 8 week. نمرة واحد أسس الهيلينج في الديودينال ألسر وفي الجاستريك ألسر. نمرة اتنين to rule out أو to exclude malignant gastric ulcer. ليه؟ لأن بيبقى معها associated poor healing للألسر. يبقى فيه decrease في الهيلينج rate أو poor healing للمالignant ألسر. تمام. طيب يبقى نمرة واحد الديوريشن. نمرة اتنين في الدراج تريتمنت لو انت عندك انت ما بتكتبش ده كله. احنا ده الدراجز يوزد في التريتمنت اوف بيبتيك ألسر. تمام. بس انا لو في الانفستيجيشن لقيت العيان عنده اتش بايلوري خلاص يبقى تريتمنت اتش بايلوري. لو لقيت العيان نان ستيرويدل يبقى انا بتعامل ستوب نان ستيرويدل وبدي العيان بروتون بامب انهيبيتور او الميزوبروستول. يبقى انا ما بستخدمش الاتش سي او 3 الاتش 2 ريسبتور ولا الساكرال فيت ولا ما بستخدمش كلهم. لا دي العناوين ده الدراج يوزد او الفارماكولوجي تريتمنت ده كل القصه او ده كل الدراجز يوزد ان تريتمنت اوف بيبتيك ألسر. بس انا لو العيان بعمل له انفستيجيشن لقيته اتش بايلوري بوزيتيف يبقى بدي الإراديكيشن سواء كان التريبل أو الكوادربل ثيرابي. طب لو اتش بايلوري نيجاتيف وهو نون ستيرويدال يبقى بدي الإيه؟ بدي النون ستيرويدال اللي البروتون بامب انهبيتور أو الإيه؟ أو الميزوبروستول بروستاجلاندين أنالوج. تمام؟ طيب لو في أذر كوز يعني العيان لأ مش نون ستيرويدال والعيان مش اتش بايلوري بس عنده بيبتيك ألسر خلاص يبقى في بدور على الاذر كوزز زولينجر إليسون او العين سموكر او الكحوليك بدي وقتها الايه الانتي سكريتوري اللي هو الموستلي البروتون بامب انهيبيتور ده الموست افكتيف. يعني لو اتش بايلوري تريت اتش بايلوري نان ستيرويدال ستوب ذا اوفندنج ايجنت ويدي البروتون بامب او الميزوبروستول نفس الديوريشن زي ما قلنا قبل كده لو هو بيبتيك او ديودينر. طيب لو هو نان ستيرويد لا هو نان ستيرويد ولا هو اتش بايلوري خلاص يبقى ده بيبتيك ألسر ده الموست تو موست كومن كوزز اتش بايلوري نان ستيرويد. عشان كده هنلاقي معظم العيانين يعني اول سؤال بنساله العيان اسكيميك هارت ديزيز ومركب ستنت انت ماشي على ايه ادويه؟ بيقول لك ماشي على الاسبرين والبلافكس الديول انتي بليتلت على طول. ديول انتي بليتلت كومن سايد افكت ليها الايه الجاسترايتس او البيبتيك ألسر. جميل. فلو العيان ما بياخدش نون ستيرويد وما بياخدش اتش بايلوري يبقى ادور على الايه على الاذر كوزز بس ادي انتي سيكريتوري. تمام. ادي البروتون بامب ايه موستلي بيبقى البروتون بامب انهبيتور بس لو اديت الاتش 2 بلوكر ما فيش مشكله بس البروتون بامب انهبيتور ده هايلي افكتيف ده الموست بوتنت يعني. طيب اللاينز اوف تريتمنت بتاعتنا اما
فارماكولوجيك او نون فارماكولوجيك او سيرجري. فارماكولوجيك او نون فارماكولوجيك او ايه او سيرجري. قلنا خلاص النون, قلنا الفارما. السيرجري يوجوالي في الايه في الكومبليكيشن, يوجوالي بيبقى في الايه في الكومبليكيتد بيبتيك ألسر. تمام, سواء كان بليدنج او بيرفوريشن او الجاستريك اوتليت اي اوبستراكشن. طيب الكومن سيرجري اللي بيتعمل الديودينال ألسر بيتعمل له فاجوتومي, يوجوالي بيتعمل له فاجوتومي. تمام, والجاستريك ألسر يوجوالي بيتعمل له جاستريكتومي بارشال جاستريكتومي. طيب روتين لي يوز؟ لا خالص, هحكي لكم قصه. احنا في الهيماتولوجي الاستقبال بتاعنا كل يوم خميس, خميس او خميس لا, اسبوع او اسبوع لا. تمام, طيب انا واقف في الاستقبال جالي عيان ببليدنج ريكتوم, جميل. طيب الهيموجلوبين بتاعه اول ما جه عملنا السي بي سي كان الهيموجلوبين 8. بليدنج بالريكتوم, بليدنج بالريكتوم. الهيستوري بتاع العيان, العيان جه يوم الحد بالظبط, دي القصه كانت كده. يوم الحد جه بهيماتنسيس, عمل العيان ابر اندوسكوبي لقى فيه بليدنج بيبتيك ألسر. جميل, خلاص البيبتيك ألسر وبليدنج, بليدنج جاستريك ألسر. تمام, اخذ بايوبسي وعمل الهيموستيزس, ان العيان ايه ادرينالين. العيان خرج من المستشفى يوم الثلاث او الاربع تقريبا لما بقى ميلينا فري. ميلينا فري يعني مفيش بليدنج. العيان جالنا الخميس ببليدنج بيركت, ماسيف بليدنج بيركت. العيان كان دخل استقبال, انا فاكر القصه, تقريبا الساعه 8 او 9. عدنا السي بي سي تاني على الساعه 12, كان الهيموجلوبين دروبت من 8 to 4 ديسبايت بلاد ترانسفيوجن. طيب على طول الجراحه اتبلغت, العيان الهيستوري بتاعه يقول لك عمل اندوسكوب. هنيجي بعد كده في البليدنج بيبتيك ألسر في الجي اي تي بليدنج, على طول العيان لازم يروح يعمل ايه, يعمل سيرجري. العيان جالك الهيستوري بتاعه باندوسكوبي, كلمت الجراحه خدوا هات شويه خلاص, يبقى ايه العيان هيروح على السيرجري على طول. العيان عمل ايه بارشال جاستريكت. ليه بقى؟ ده البليدنج بيبتيك ألسر. هتعمل ايه تاني؟ يعني تخيل العيان جاي لك بالبليدنج, دخل اندوسكوبي تاني, واتس فيرزر؟ ما انا قبل كده عملت هيموستيزس وخلاص. اول ما العيان البليدنج بيبتيك ألسر, لما بيبقى فيه ماسيف بليدنج بيبتيك ألسر, ده نمره واحد. نمره اتنين, بليدنج نوت ريسبوند تو لوكال هيموستيزس بالالترا ساوند, والعيان خرج على البروتون بامب انهيبيتورز وما فيش ريسبونس. في ناس بتقول لك على طول بلي, على طول على السيرجري, ان تتكلم مع لايف ثريتنينج كونديشن. وبالفعل ده اللي حصل مع العيان. بقول لك العيان في ظرف ساعتين الهيموجلوبين, بالرغم من ان العيان بتديله دم, يعني انت كنت في خد على الاقل 2 او 3 يونتس, ومع ذلك البلد او الهيموجلوبين دروبد من 8 اور 9 تو ايه تو 4 اور 5. العيان على طول على الجراحه عمل ايه, عمل البارشال جاستريكتومي. يبقى احنا السيرجري بتاعنا في البليدنج بيبتيك ألسر ده الايه نوت ذا رول, لا مش هو الفيرست, هو الايه اللاين اوف تريتمنت في العيانين اللي هم عندهم ايه كومبليكيتنج او كومبليكيتد بيبتيك ألسر. جاستريك ألسر جاستريكتومي يوجوالي بيبقى بارشال جاستريكتومي. الديودينال ألسر بيبقى يوجوالي فور ايه فور فاجوتومي. تمام, احنا قلنا معلومات كتيره. مبدئيا حد عايز يسال اي سؤال؟ عشان انا كنت هكمل, هدخل شويه عن انا ستيرويدال والاتش بايلوري, بس كده هنقول كلام كتير قوي, فممكن نخليهم من الايه ليوم السبت ان شاء الله. طيب في اي سؤال في الكلام اللي احنا قلناه؟
بيبتيك ألسر ديزيز ده مهم جدا، يعني زي ما قلنا العنوان الكبير بتاعنا الديسبيبسيا، ده يعني من موضوع من أهم الموضوعات صراحة، زي ما قلنا الجاستروسفيجيا ريفلاكس أو الديسفيجيا والديفرنشال دايجنوز الديسفيجيا أهم حاجة، الحاجات الجاستروسفيجيا والديفرنشال دايجنوز كانسر أوسوفيجس أو الكارديك أكاليزيا، بعد بيبتيك ألسر ده أول عنوان في الإيه، في الديسبيبسيا، أول عنوان في الإيه ديسبيبسيا اللي هي عبارة عن upper abdominal pain أو upper abdominal discomfort. طيب معلش دكتور، هو سؤال بيسك بس، الفرق بين البرفوريتنج والبنتريتنج ألسر؟ البنتريتنج معناها ان الاستومك بتفتح في البنكرياس بس، انما البرفوريشن ده الكونتنت اوف ذا ستومك بتملى الابدومن، يعني برفوريشن انسايد ذا ابدومينال كافيتي، انما البنتريشن بتوين تو اورجنز، يعني بنتريشن تو اورجنز، انما برفوريشن ما بين هولو فيسكس والسراوند ايه والسراوندنج كافيتي، يعني البنتريشن على طول الالسر من الديب ألسر بيعمل ايروجن للوول اوف ذا ستومك بسبب الكونتينوس انجري او كونتينوس اكسبوجر للاوفندنج ايجنت او اتش سي ال، وراح على طول من الاستومك بيد البنكرياس اناتومي بوستيريرلي للاستومك البنكرياس، خلاص خرم الاستومك اكل البنكرياس على طول، تمام؟ انما لو خرم الاستومك وما وصلش للبنكرياس وديستريبيوتد في الابدومينال كافيتي يعمل لك البرفوريشن، يبقى برفوريتد بس، تمام؟ انما بينتريشن معناها ان في وصله ما بين الاستومك والايه والبنكرياس، عشان كده البينتريشن بنكرياتيتس، البرفوريشن peritonitis tenderness rigidity and rebound tenderness. تمام، شكرا دكتور. ومعلش هو صح يا رير، بس البرزنتيشن بتاع الايليال ألسر من الميكل ده من الميكلز دايفيرتيكولوسيس، الميكلز بيجي بليدنج بالريكتم لانه بيبقى ماسيف بليدنج، ما تكونش اسوشيتد بالبين ومعها بين، طبعا معها بين، يعني بيبقى في ابدومينال بين بس بيبقى الايه بيبقى اتيبيكال برزنتيشن، يعني تلاقي العيان عنده ابدومينال بين ومعاه بليدنج بريكتم، مفيش حاجه في الكولون، ما دام مفيش حاجه في الكولون يبقى انت تدخل على اللي يكون في مشكله في السمول انتستين، فالعيانين بيعمل لهم حاجه اسمها انتروسكوبي او يعمل كبسول انتروسكوبي، انتروسكوبي اللي هو بالاندوسكوب يدخل جوه الانتستين او كبسول يبلع كبسول ويصور الانتستين كلها، تمام؟ فيقول لك الله ده نير التيرمينال ايليوم، يعني في اوت باوتشنج كده من الترمينال، ده الميكلز دايفيرتيكل، يوجوالي الميكلز دايفيرتيكل بيبقى فيه جاستريك تيشو، يعني بيسكريت اتش سي ال، فيديك نفس المانيفستيشن بتاعت الكومبليكيتنج بيبتيك ألسر. تمام، شكرا دكتور. طيب تعالوا نروح كده على ال نشوف ال هي الأسئلة اللي أنا مجهزها للاستومك أز هول، فناخد كده في الأول كلمتين أو نشوف الأسئلة، يعني ال H pylori دي ال H pylori خلال المرة الجاية. ال pyloric stenosis، احنا قلنا ال pyloric stenosis قريب من الجاستريك اوتلت اي اوبستراكشن، البايلوريك ستينوزس از كومنلي اسوشيتد ويز اول اكسبت، احنا عايزين الغلط هيكون البيلس فوميتنج عشان هو قبل الامبولا فاير، بعيد عن بالظبط كده، تمام. طيب ايه رايكم في الاوبليتريشن اوف تروبس تيمبانستي اللي هو تروبس سبيس او تروبس اريا تبقى ضل؟ طيب تعال نقول ان احنا محتارين في الاجابه في السؤال ده في الامتحان، احنا بنفكر مع بعض في الامتحان، غير ان هو البيليس بومبنج طبعا 100% لانه خلاص هو بعيد اصلا عن الاوبننج بتاع الايه بتاع البايل، ديستنشن اوف ذا ابر ابدومينال سلكشن سبلاش دي صح، انا عايز الغلط، عايز الاكسبت،
visible peristalsis maybe. طيب انا محتار ما بين الفوميتنج والاوبليتريشن اوف تروبس اريا، لو ضلنس في تروبس اريا هقول لك ال انه اللي فيهم يعني ايه غلط 100% هو الايه البيليس فوميتنج. طيب ممكن يبقى في ضلنس في تروبس اريا لما نيجي ناخد الكلينيكال اكزامينشن ونقول كوزس تروبس اريا دايما تيمبانيك، كوزس اوف ضلنس هنلاقي حاجات اللي اما سبرينوميجالي او حاجات في من في البلورا او حاجات في الاستومك او حاجات في الايه في الاستومك. الاستومك لو مليانه فود او لو فيها مالجنسي ممكن تعمل لي اوبليتريشن للايه للتروبس اريا. تمام، فالبيليس فوميتنج ده هو الايه اللي هو نوت اسوشيتد مع الايه. طيب دي خلينا ناخد الاتش بايلوري. احنا قلناها من شويه نون ستيرويدال انديوسد ألسر ار بيست تريتد باي بروتون بامب H2 receptor coating agent like sulfasalazine ولا الميزوبروستول. تعالى احنا هنشيل دي ونشيل دي. احنا قلنا الاثنين دول تقريبا في نفس الميزان. طيب تعالى نقول ان النون ستيرويدال بتشتغل انها بتقلل البروستاجلاندين برودكشن. جميل، فانا نمره واحد التريتمنت ستوب نون ستيرويدال، نمره اثنين ازود البروستاجلاندين ادي بروستاجلاندين انالوج. فانا لو هختار هختار الميزوبروستول. بروتون بامب انهبيتور مش غلط بس الميزوبروستول الاصح، وده اللي بيتطبق في الام سي كيو ان البروتون بامب انهبيتور صح والبروستاجلاندين انالوج صح بس الاصح اللي هو الايه الميزوبروستول او بروستاجلاندين انالوج. دي خلينا نقول اتش بايلوري تريتمنت بيبتيك ألسر. التريتمنت احنا قلنا من شويه الايه السايد افكت بتاعت ايه الانتاسيد المغنيسيوم هيدروكسايد والايه والالومنيوم. قلنا المغنيسيوم السايد افكت بتاعه لوزز تو بيعمل دايريا، والالومنيوم يعمل كونستيبيشن، والاثنين سوتابل فور رينال. لا خالص، تريتمنت اوف بيبتيك ألسر ويز ماجزيم از كاركترايزد باي سترونجر ذان. لا طبعا احنا ناخدهم كده بالترتيب بي بي اي بعد كده الاتش 2 وبعد كده الانتاسيد اكوردنج تو بوتنسي. فالانتاسيد اقوى من الاتش 2؟ لا طبعا. نمره 2 سوتابل للرينال؟ لا نوت سوتابل للرينال، ده اصلا نوت يوزد ان رينال. طيب فالاثنين دول عندي غلط 100%. طب انا محتار ما بين 50% اوف ماجنيزيوم ابزوربد باي سمول انتستين وبروديوس لوزز تول الاصح فيهم. انا ما اعرفش هو ابزوربت بايه، تمام، بس اعرف ان من السايد افكت بتاع المغنيسيوم هيدروكسيد هو الايه اللوزز تول، وده اللي بنجاوب به في الامتحان الايه. طيب دي جمله كده من بره الموضوع خالص بس مهمه صراحه. موست كومن جي اي ديز اوردر ان ا كوميونيتي از، قلناها في وسط الشرح، اريتابل باول سندروم. Irritable bowel the most common gastrointestinal disorder. All the following drugs which is one safest في pregnancy قلنا الايه وسط الشرح قلنا sucralfate. Sucralfate safest في pregnancy والباقي not used in a pregnancy. هو sucralfate هو safest في pregnancy. Hypergastrinemia خليها لما نشرح الزيرنجر إليسون. Contragastritis ده كرونيك جاستريتس لسه ما نجح. طيب نروح بقى على الايه على ال when should you test H. pylori. ده معناه H. pylori H. pylori test regimen for H. pylori. The causes of peptic ulcer disease اللي هو differential diagnosis of the cause. لما جاي اتكلم عن peptic ulcer disease relationship between non-steroidal and peptic ulcer اللي هو الايفكت الميكانيزم اوف نون ستيرويدال انفلاماتوري دراجز انديوسد بيبتيك ألسر اللي هو بيقلل البروستاجلاندين والدايركت توكسيك ايه افكت، لان الدايركت لان النون ستيرويدال ده اسيد فبيبقى ايزي تو بينتريت الاسيد ميديا اللي سراوندنج الايه الجاستريك ايه جاستريك ميكوز. بيبتيك ألسر دايجنوزد
طيب diagnosed اللي هو clinical. لما يقول لك في الامتحان diagnosis diagnosis في clinical diagnosis وفي investigation. لو في الامتحان قال لك management, management يعني diagnosis زائد treatment يعني الموضوع كله. لو قال treatment يبقى عايز التريتمنت اللي هو الفارماكولوجيك الفارماكولوجيكال سيرجن. لو قال لك management, management بيبدا من الدايجنوزس, والدايجنوزس اما كلينيكال اند انفستيجيشن يعني الموضوع كله. طيب ازاي ندايجنوز بيبتيك ألسر؟ كلينيكال الموست كومن بين زائد كومبليكيشن, انفستيجيشن اهم حاجه الاندوسكوبي. لو بيرفوريتد يبقى هنقول السي تي والايه السي تي والاكس راي عشان الاير اندر دايفرام. الشست اكس راي بتقول لي الاير اندر دايفرام, والبرفوريتد فيسكس السي تي بيبقى فيه فري اير ان ذا ستومك. السيرجن ان ا بيشنت وذ سبتيك ألسر ديزيز لو كومبليكيشن فان بيرفوريشن بينتريشن او الجاستريك اوتلت اي اوبستراكشن والبليد. تمام. بعد كده زولنجر إلسون وده دي ايه ديسبيبسيا. ماشي تقريبا دي الايه ده تقريبا كل الحاجات اللي كنت مجهزها النهارده. تمام بالنسبه للاسئله, الاسئله كلها للايه للجاستريك ديز اوردر. احنا قلنا النهارده الاتش بايلوري, المره الجايه بامر الله هندخل على الجاسترايتس او نقول قلنا النهارده بيبتيك ألسر, المره الجايه هنقول النون ستيرويدال. نركز كلمتين بتوع النون ستيرويدال المهم, نقول ال H pylori وده مهم جدا, والانتي H pylori ريجيمن. تمام بعد كده كلمتين على الكانسر ستومك, كلمتين على زولنجر إليسون, ونختم الموضوع يوم السبت ان شاء الله بالديفرنشال دايجنوزس للايه للديسبيبسيا باذن الله. طيب حتى هذه النقطه في اي سؤال؟ بعد ما تقرا الموضوع قول يا ادهم. البي بي اي دي بتبقى في الفور لايف للعين اللي عنده جاسترايتس؟ لا ما انت في نمره واحد تريتمنت اوف ذا كوز, انت في كوز بتدور عليه. تمام ستوبنا نستيرويدال, لو في زولنجر إليسون بنعالج الهايبر جاسترينيميا زولنجر إليسون. تمام انت بتمشي على العيانين, احنا قلنا من 6 ل 8 اسابيع في البيبتيك او الديودينال. طيب عملت ري ايفالويشن او فولو اب لقيت ستيل في بور هيلينج, بتبرولونج الايه الديوريشن من 6 اسابيع 8 اسابيع 10 اسابيع, وتبقى جايدد بالايه بالهيلينج ريت بالاندوسكوبي. طيب مين اللي بيمشي على البروتون بامب انهبيتور؟ اللي هم العيانين اللي عندهم بيرمننت كوز, يعني مثلا عيان زولنجر إليسون وده محتاج سيرجري ونوت فيت فور سيرجري, خلاص ده بيمشي على الايه لونج تيرم. او العيانين اللي سموكر ومش موقف السموكينج, خلاص بياخد سبريسيف لونج تيرم دوز, يعني مثلا يمشي على البروتون بامب انهبيتور. لو احنا هندي العيان البيبتيك ألسر ديزيز 20 ل 40 ملي جرام بي اي دي اللي هو التوايس ديلي, العيان ده بيمشي على 20 ملي جرام وانس ديلي اللي هي الايه اللو دوز فور لونج تايم, ما دام في الفاكتور او الايتيولوجي not reversed. تمام. ايه تاني؟ معلش يا دكتور, هو ازاي الميزوبروستال يدير فيزو دايليشن في الستمك سيركيليشن بس يسبب contraction smooth muscles في الانتستنز واليوترس؟ صح بس انت الدوز مختلفه. انت العيانين اللي بتديهم الميزوبروستول عشان يندوس الكونتراكشن في السموث ماسل, جميل, ان الدوز بقى مختلفه عن العيانين اللي انت بتديهم الميزوبروستول عشان بس تعمل فازو جاست فازو دايليشن جاست فازو دايليشن, فبيزود الايه الهيلينج ريت وبيزود الميوكس برودكشن. اقصد الدوز بقى مختلفه. تمام صح. البروستاجلاندين بيعمل سموث ماسل كونتراكشن انا معاك, بس على الايفكت على البلاد فيسل بيعمل فازو دايليشن. ايه تاني؟ طيب
لو في حد افتكر اي سؤال او لما تقروا الموضوع كده و ايا كان الايه السورس اللي بتقروا منه، لو في جملة او كلمة او فكرة او اي حاجة يبعت لنا على الواتس كده عشان نستفاد كلنا. يعني ان شاء الله السبت الجاي نكمل موضوع البيبتيك ألسر ديزيز، ونكمل حل الأسئلة، وناخد كام صورة كده تلم لنا الدنيا كلها إن شاء الله. تمام دكتور محمد، نلتقي على خير بإذن الله. شكرا دكتور.